تفضل كمل كمل فين المهندس حسن؟ اه طبعا السلام عليكم. ازي اخبار كسرت اللي وجهي يا راجل. انا معلش زي اخبارك؟ موضة طبعا.
سيليكات البوتاسيوم الناصر دي أكبر منتجات الشركة، ولكن زي ما قال صاحبي ليه في التحديد بتاع حضرتك احنا كمان استطاع لنا ان احنا نعمل أفخم مجمع في مصر مش ملاجع وسبيه بقى وما نقدرش عليها في مصر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والحمض الفوسفوري، وهنعمل الكوريفايد في الشركة دي مادة الجميع ان شاء الله. وطبعا اللي هو الاشتكاهات كلها سواء متوازنة او غير متوازنة، وده السماد الداب بتاعنا وده اللون الطبيعي بتاعه والتي تي اس بي والحمض الفوسفوري والاتش سي ال ده بيتبع وده ليه استجابه وده ليه استجابه، وبعدين المجمع بتاعنا ان شاء الله هيبقى مليون طلبه ان شاء الله مليون. شكرا يا فندم. بس من المبلغ Gracias.
Thank you.
We have an interpreter here. Actually, you can.
everybody in the industry, not just for Abu Kir. Thank you.